الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 91% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 196 مليون دولار. وذكرت مصادر صحفية أن البنك المركزي باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 215 مليونا و128 ألفا و512 دولارا، خطها بسعر صرف الأساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار ذهبت بشكل نقدي. تراجع العراق مرتبة واحدة في قائمة أرخص دول العالم بأسعار البنزين ليصل للمرتبة 14، فيما تصدرت إيران الدول بأرخص سعر، حيث بلغ سعر اللتر الواحد 0.029 من الدولار الواحد. وأوضح موقع جلوبال بترول بريس أن العراق حل في المرتبة 14 بسعر للتر الواحد بلغ 0.573 من الدولار، بينما جاءت لبنان في المرتبة 23 بسعر 0.776 بالنسبة للدولار للتر الواحد، فيما حلت موناكو وهونغ كونغ في المراتب الأخيرة بأرخص أسعار البنزين في العالم. كشف مختصون بشأن العراقي أن قيمة المنتجات النفطية التي تستوردها حكومة بغداد سنوياً من الخارج تتجاوز 6 مليارات دولار جراء الفساد وسوء إدارة ملف المشتقات النفطية. وأوضح المختصون أن خلاص البلاد من هذا الاستيراد واستنزاف الأموال الطائلة يكون من خلال كبح جماح منظومة الفساد المتغلغلة في مفاصل الدولة وبتشغيل المصافي واستثمار حقول الغاز. وكانت السلطات الحكومية قد اعترفت بوجود هدر بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً بسبب استمرار حرق الغاز المصاحب للنفط في الحقول النفطية، فيما تواصل عمليات استيراده من إيران بأضعاف سعره الحقيقي. يحاول تحالف أوبك بلاس فرض سيطرته على أسعار النفط من خلال خفض الإنتاج الذي بدأت به دول المجموعة منذ أشهر عدة، إلا أن سعر البرميل لا يزال دون 80 دولاراً. وذكرت وكالة فرانس بريس أنه على الرغم من خفض التحالف للإنتاج على مدى أشهر والإعلان عن اقتطاعات جديدة في أواخر تشرين الثاني الماضي، إلا أن منظمة الدول المصدرة تواجه صعوبة في رفع مستوى الأسعار عالمياً. إلى ذلك يواجه التحالف ضغوطاً إضافية على جبهات متعددة مثل زيادة إنتاج الخام الأمريكي والتوقع بأن تبدأ قريباً عملية التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري. رجحت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني تعديل النظرة المستقبلية إلى الاقتصاد التركي لإيجابية في حال استمرت أنقرة بسياستها النقدية المتشددة. وأكد تقرير للوكالة الذي نشرته بشأن الاقتصاد التركي أن العودة إلى سياسات أكثر تقليدية بعد انتخابات أيار كانت إيجابية من حيث الائتمان، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للحد من الاختلالات المهمة في توازن الاقتصاد الكلي. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
كتاب موجز، إلى اللقاء.